بتفوتي بتشوفي الميرك صدور وبتتابعيها كل سنه، ودي اول مره بتحضري بقى، كان انطباعك عنها ايه؟ والنهارده وانت على الريد كاربت وضع مختلف، وخصوصا كمان ان ميسي. انا كنت بسمع عنها كتير، وكان نفسي جدا ان انا اكون معاهم، كنت بقعد اتفرج عليهم في التلفزيون وقعد مبسوطه جدا بان في حاجه عندنا حلوه وبتحصل، وكان نفسي يبقى ليا مشاركه فيها، لكن زي ما بيقولوا كل تاخيره فيها خيره. والنهارده انا يمكن كل مره بروح حاجه بتبقى ليا ببقى ليها احساس، النهارده يمكن الاحساس احلى واحلى واحلى، يعني اتمنيت ان انا اكون معاهم والنهارده معاهم عشان ميس، فسعيدة جدا جدا وأتمنى لها التوفيق، وأتمنى إن شاء الله إن هي تكسب الجائزة. الأدوار الجديدة بقى، الدور الجديد اللي أنت عاملاه علشان السنة جاية نشوف هتاخدي جائزة هنا بقى في الميركس دور ولا إيه؟ أنا بعمل مسلسل السبع صنايع، مسلسل لايت، مسلسل مهم جدا مع شريف رمزي. أنا وشريف رمزي طبعا، ومعانا نجوم كتير كتير كتير. أنا بشوف كل يوم على انستجرام فنان فيفي عبده ورجاء الجداوي، ناس كتير. كنا التصوير بقى يا بوسي. عايزة أجي لكم، بس عايزة أعرف يعني كل نجوم مصر دي جت بجد، كل فنان جه معانا في حلقه في السبع صنايع عامل شخصيه، انا نفسي بقول له ايه ده انا ما عرفتكش. ومعانا ناس اول مره تمثل زي النجم الكبير هشام عباس، اول مره يكون ليه تجربه التمثيل، فاجئني بقد ايه عامل شخصيه، وشخصيه معقده وصعبه مش سهله. نجوم كتير جدا معانا، طبعا لو عديت هم 30 حلقه، فسعيده بيهم جدا وفرحانه بيهم جدا. وعايزه اقول ان مسلسل السبع صنايع مسلسل يستحق المشاهده، مسلسل لذيذ قوي، هتنبسطوا قوي وانتم بتتفرجوا عليه. اكيد ان شاء الله. قاعده قد ايه في لبنان ولا هتحضري الحفله وترجعي على طول؟ راجع على طول عشان عندي تصوير. لا ان شاء الله النهارده تنبسطي وتقضي وقت حلو، وندهي بقى ميس عشان تديها بوسه. يا ميس يا ميس اهي جت ميس، ممكن تديكي بوسه، هي عماله مستنيه كل ده علشان هي بتقول النهارده هي سعيده جدا وجايه النهارده حاسه ان هي واخده 100 جايزه عشان انت. ثانك يو يا حبيبتي. اقول يا ثانك يو لمي اختي، يعني مي دي كتر خيرها ان هي يعني سابت شغلها وسابت التصوير والمسلسل بتاعها وجايه عشان تبقى معايا النهارده. يوسف الجسمي من الكويت، والميك اب صالون اوهير، يعني طبعا يوسف مشهور جدا وليه مكانه، كنت معاه في الكويت كان ملبس هند صبري في احنا في الانباء الكويتيه، فهو عالمي. انا جون فارس هنا من لبنان، ويعني طبعا هي لابسه من مصر، فاحنا كده عاملين معادله كويت مصر لبنان يعني. ميرسي يا روح قلبي، انا مبسوطه قوي انا بشوفك يا فوز. انا سعيده بيكي مي، انا هسيبك للقنوات الثانيه وهنفرد باختك علشان ندلعها النهارده، قلت لها ان انت خنتيها وجيتي السنه اللي فاتت من غيرها. شفت؟ لا ولا هم ما عبروهاش، ما عزموهاش. انا دايما بقول لها بيعزموني مش بيعزموكي. لا الحمد لله انه ما جات النهارده اول مره تيجي المراكس، وجايه في حاجه حلوه يعني. الحمد لله الحمد لله يا رب. بصي عايزه اقول لك حاجه، يمكن في مصر بيلوموا عليها شويه، لكن انا شايفاها دي حاجه كويسه. انا بحب احقق نجاحات في الوطن العربي كله، يكون ليا نجاحات من مسلسلات محليه. عارفه لما تعملي اعمال بلهجه البلد بتبقى ليكي، الناس بياخدوكي وبيتقبلوكي بشكل مختلف تماما عن ما يكون انت بس فنانه يعرفوكي من اعمال خارجيه، فاهمه ازاي؟ فدي المعادله انا بحاول احققها، ان انا اعمل اعمال سواء مثلا في لبنان اتكلم باللهجه اللبناني، في الكويت جايزه عند مسلسل لبناني. بالظبط، هو مسلسل لبناني لا، بس المره دي بقى دوري فيه مصري، هو امير الليل بس انا دوري فيه مصريه. يعني الجايزه بتجمع بين حاجتين، العمل اللبناني والاداء المصري. بالظبط كده. أنا لو فضلت عمري كله أشكرك، مش هقدر أوفيك حقك. أنت أجمل حاجة حصلت لي في حياتي. عوضت إني خسرت أهلي وعدم وجود إخواتي. بجد أنت الصديق الوحيد ليا في الدنيا دي. ده شعر عظيم. نكمله الأسبوع اللي جاي عشان الناس مستعجلين. أنا السنة اللي فاتت وأنتي موجودة طلعتي على المسرح
كنت بتقدمي جايزة لحد، قلتي أنا عايزة السنة الجاية أخدها. إصرارك ده كان يعني وأنت داخلة تعملي دور عينك على إنك تاخدي الجايزة. بصي مفيش كذابة اللي هتقول لك إن هي عمرها عينها ما يبقاش على جايزة. جوايز حلوة، بترفع من روحك المعنوية وبتخليكي تبقي أحسن وبتحسسك إن أنت ماشية على التراك الصح. وسبيشال المراكز دور، المراكز دي حاجة من وأنا صغيرة بتفرج عليها، وكنت كده أبص أقول يا رب معقولة هيجي يوم من الأيام وأطلع على المسرح زي المراكز. فالحمد لله ربنا حقق لي ده، وأنا بحاول أتعب وأكون عند حسن ظن الناس والحمد لله. الجديد بقى، الجديد طاقة نور، لازم تتفرجوا عليه مع هاني سلامة في رمضان، مسلسل ساسبنس وأكشن وشغل مش عايزة أقول لك جامد جدا، لازم الناس إن شاء الله يتفرجوا عليه. تتوقعي إن بعد التكريم ده وبعد المسلسل الجديد ده هيبقى فيه جايزة للسنة الجاية؟ يا رب، أتمنى بقى في مصر كمان، يعني أتمنى في مصر، أنا بحب لبنان قوي، لبنان خلاص بقيت بتنفسها، ونفسي في مصر. بعض الناس بيفتكروا إنك لبنانية. لا، الناس في بقى بيفتكروا اللبنانية، بيفتكروني إن أنا سعودية عشان بتكلم لهجات كتيرة قوي، بس أنا بقولهم أنا فلسطينية أردنية عايشة في مصر وأنا قدي كده أهو، بقى مصرية. أنا عرب. بقى مصرية، هي مصرية ما دام عايشة من وهي قد كده بقى مصرية. بالظبط. أنا سعيدة بيكي وبقول لك ألف مبروك، وفي انتظار نشوف العمل، وهنسيب الكاميرا تاخد الفستان الحلو ده وتنطلق على الريد كاربت.